تكنولوجي زي المية والطاقة والغذاء والزراعة والهندسة والطب والأحياء والإعلام وريادة الأعمال. التوبكس دي كلها بنناقشوا منها ونعملوا أبحاث ويقدموا مقترح بعد كده ونعمل ورش عمل للطلاب دول اللي هم ريسيرش ونختار بعد كده أحسن 10 أبحاث تتعمل في المستوى الجمهورية ونستعرضها في برامج التلفزيون. تكلفة المسابقة بتاعت الباحثون الشباب انتماها بتستهدف فئة طلاب المرحلة الثانوية العام والفني في المدارس الحكومية التجريبية الخاصة الدولية كله بمدعوهم لأنهم المسابقة هنقول شروطها في آخر شهر مارس. عليها وعلى صخرتها أمم وذابت فيها معاني كثيرة وثقافات كثيرة، وكانت هذه البلد الكريم بؤرة للعلم والحضارة والثقافة وللمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية والتجمع البشري. الحمد لله رب العالمين أننا نسير بهذه الخطى الواسعة الواعدة التي تسعى لتحقيق الهدف من هذا المربع الجميل الذي نتعاون فيه في المجتمع المدني مع الحكومة مع الإعلام مع قطاع الأعمال والقطاع الخاص وأصحاب الأموال، نتعاون فيه جميعا من أجل نفع هذا الشعب.